السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم أدرار فيزيك. نزولا عند طلب مجموعة من التلاميذ اللي كيسولوني في التعليقات على التواريخ ومواعيد ديال إجراء ديال الامتحان الموحد للسنة الثالثة إعدادي. إذا في عوض ما نبدا نجاوب كل واحد، قررت أنه ندير هذا الفيديو اللي غنوضح فيه مجموعة من الأشياء اللي كتخص أو اللي كتعلق بهذا الامتحان الجهوي. إذا في هذا الفيديو هذا غادي نتعرفوا على التواريخ ومواقيت إجراء الامتحان الموحد الجهوي للسنة الثالثة إعدادي، يعني سواء بالنسبة للمترشحين الرسميين أو بالنسبة للمترشحين الأحرار. دونك غنبداو مع الجهة الأولى، الجهة الأولى هي جهة بنملال خنيفرة. دونك قبل ما نبدا بالتواريخ ديال الامتحانات اللي خصكم تعرفوا أنه من خلال الاسم ديالو امتحان جهوي. امتحان جهوي بمعنى أن كل جهة كيكون عندها امتحان خاص بها، كيكون مختلفين من حيث المحتوى ديال الامتحانات ما بين الجهات، كذلك ممكن يكون اختلاف في التواقيت والتواريخ ديال هاد ديال الامتحان. هذا الشيء اللي غادي نشوفوا في هاد التواريخ هذه. اذا الجهه الاولى اللي غنبداو بها هي جهه بني ملال خنيفره. دونك بالنسبه لجهه بني ملال خنيفره، الامتحان غيدار ايام 18 و19 و20 يونيو 2018، يعني مباشرة من بعد العيد ديال رمضان، بالمؤسسة الثانوية الإعدادية لجميع تلاميذ السنة الثالثة إعدادي سواء الرسميون أو الأحرار. هاد 18 و19 20 يونيو 2018 هذا هو التوقيت اللي خرجته الوزارة، يعني اللي من المفروض أن جميع الجهات كان خاصها تدير امتحان في هاد الأيام الثلاثة، غير أنه كاين بعض الجهات اللي غيروا التاريخ، حولوا التاريخ بسبب أن هاد الايام هادي كتجي قريبه للعيد بزاف، يعني مثلا العيد ربما يكون يوم الجمعه، السبت لحد النهار الاثنين غادي يكون الامتحان. اذا بعض الجهات انهم قرروا باش ياجلوا الامتحان بسبب انه جا قريب بزاف للعيد. دونك هنا بالنسبه لجهات بني ملال، على حسب المعلومات المتوفره لدي انهم ما داروش التعديل، يعني ما اجلوش، بقى في ايام 18 و19 و20 يونيو 2018. الجهه الثانيه هي جهه طنجة تطوان الحسيمة. دونك بالنسبة لجهة طنجة تطوان الحسيمة، قرر تأجيل الامتحان إلى أيام 21 22 ثم 23 يونيو 2018. إذا غيدار في 21 22 23 يونيو 2018، كذلك بالنسبة سواء بالنسبة للرسميون أو الأحرار. إذا هنا الجهة ديال طنجة تطوان الحسيمة فتأجل الامتحان إلى ابتداء من 21. ثم كذلك بالنسبة لجهات فاس مكناس، حتى هي تأجل فيها الامتحان إلى أيام 20 21 ثم 22 يونيو، يعني فرق بيناتهم، الفرق بين طنجة وفاس في يوم واحد فقط. إذا بالنسبة لفاس ومكناس قلنا بأنه غيدار أيام 20 21 22 يونيو. هاد ثلاثة ديال الجهات هي اللي كنتوفروا على التواريخ ديالها. بالنسبة لبقية الجهات ما عنديش شي معلومات دقيقة، وبالتالي ما غاديش يمكن ليا نطرق ليها في هذا الفيديو هذا. دونك كما قلت في البدايه وغنعاود نذكر بها، ان هذا الامتحان فهو جهوي، يعني كل جهه كدير الامتحان في الايام اللي بغات هي. بالنسبه لكم انتم ممكن حتى هذه المعلومات او هذه التواريخ اللي شفتوا هنا في الفيديو ما تعتبروهاش بانها شي حاجه اللي هي موثوقه 100%، يعني باش تحيدوا الشك غتمشيو للمؤسسات ديالكم ابتداء من الاسبوع المقبل، يعني ابتداء من نهار اثنين ان شاء الله غتمشيو للمؤسسات ديالكم وغتمشيو تسولوا في الحراسه العامه، الحراسه العامه يعطوكم معلومات دقيقة. كذلك بالنسبة لديك الاستدعاء او لو كونفوكاسيون ديال الامتحان، في الحراسة العامة هما اللي غيتكلفوا بهذه المهمة، هما اللي غيعطيكم هاد الاستدعاءات هادو، يعني ابتداء من الاسبوع المقبل، ابتداء من نهار اثنين بداو تمشيو وتسولوا، هما يعطوكم تفاصيل المملة. اذا هادو هما الجهات الثلاثة اللي كنتوفروا على التواريخ ديالها. بالنسبة للمواد اللي غيتجرى فيها الامتحان، دونك كيما شفتوا الامتحان اولا غيدار في ثلاثة ديال الايام، دونك كاين اليوم الاول، ما بغيتش نحدد التاريخ هنا لانه كيختلف من جهة الى جهة اخرى. اذا اليوم الاول مثلا بالنسبة لجهات طنجة تطوان 21 يونيو، اذا اليوم الاول المادة الاولى اللي كتبداو بها هي اللغة العربية. اللغة العربية التوقيت ديالها يكون من 8 حتى 10، يعني ساعتين اللي كاينه في الامتحان. المادة الثانية هي الاجتماعيات، الاجتماعيات غادي تكون من 10 ونص حتى 11:45 دقيقة، يعني المدة ديال هاد الاجتماعيات هي ساعة و15 دقيقة، هذه هي المدة اللي كدوز فيها الامتحان. ثم المادة الثالثة هي التربية الإسلامية، هذه كتكون مساء من 3 ل 4، يعني التربية الإسلامية كتكون مساء يعني في نفس النهار من 3 ل 4، والمدة ديال الامتحان هو ساعة واحدة. اليوم الثاني صباحا كنبداو باللغة الفرنسية من 8 ل 10،
يعني ساعتين حتى هي. الماده الثانيه هي الماده اللي مهمه بالنسبه لنا حنا هنا، هي الفيزياء والكيمياء. بون المواد كاملين مهمين، ولكن كنقصد يعني اللي كتهتم بها هذه القناه هذه. الفيزياء والكيمياء غيكون من 10 ونص حتى 11 ونص، يعني كاينه ساعه واحده فقط بالنسبه للماده ديال الفيزياء. المده ديال الانجاز هي ساعه واحده فقط. غتقول لنا بان الوقت ما كافيش الى غير ذلك، الوقت فهو كافي. يعني الامتحان كيتحط في يعني كراعي ديك المده الزمنيه اللي هي ساعه واحده، بل اكثر من ذلك، انه كاين مجموعه من التلاميذ اللي يعني كدوز نص ساعه كيكون سالا وكيخرج. مع العلم انني ما كننصحكمش بهذه المساله هذه، في جميع المواد خصك ما تخرج حتى يسالي الوقت القانوني، خصوصا بالنسبه للمواد اللي فيهم ساعه، مثلا اللغه العربيه والفرنسيه الى غير ذلك، هذوك ساعتين ممكن انك تكون ساليتي شويه بكري وتخرج. ولكن الفيزياء والمواد اللي فيهم ساعه خصك ما تخرج حتى تسالي المده المخصصه للامتحان، لانك ملي كتخرج بكري كتكون تسرعتي، وبالتالي كتكون مجموعه من الاخطاء اللي كترتكب. اذا حاول انك ملي تجاوب على الامتحان تعاود ترجع الورقه ديالك على الاقل جوج المرات او ثلاثه، عاد باش يمكن لك انك تخرج، باش ما ترتكبش مجموعه من الاخطاء. اذا هذا بالنسبه لليوم الثاني. اليوم الثالث صباحا كذلك كندوزو الرياضيات، الرياضيات من 8 ل 10، كذلك الامتحان ديال الرياضيات في ساعتين. ثم اخيرا علوم الحياه والارض من 10 ونص ل 11 ونص، كذلك علوم الحياه والارض فمده ديال الانجاز هي ساعه واحده فقط. وبطبيعه الحال هذا التوقيت، هذا المده الزمنيه مخصصه لكل ماده فهي كافيه. اذا هادو هما المواد اللي كدوزو، اذا سبعه المواد كما شفتوا ومقسمه على ثلاثه ديال الايام. اليوم الاول هو اللي عندكم الصباح والعشيه، بقيه الايام كاين غير الصباح فقط. اذا هذا هما التواقيت ديال هاد المواد هادو. غندوزو المساله الاخرى اللي كنعتقد بانها مهمه كذلك، هي هي المعاملات عفوا. اذا عندنا بالنسبه للغه العربيه واللغه الفرنسيه والرياضيات، المعاملات ديال هاد المواد هو ثلاثه. اذا تبدل ماشي في حال الامتحان المحلي والمراقبه المستمره. المراقبه المستمره الامتحان المحلي كما شفتوا كان المعامل ديال المواد هو واحد فقط، دابا هنا في الامتحان الجوي كيتبدل. اللغه العربيه واللغه الفرنسيه والرياضيات المعامل ديالهم هو ثلاثه، يعني كتضرب النقطه في ثلاثه، هذا الشيء ما بقاش عندكم فيه اشكال عارفينه. بالنسبه لبقيه المواد هي الفيزياء، علوم الحياه والارض، التربيه الاسلاميه، الاجتماعيات، المعامل ديال هاد المواد هو واحد. اذا هادو هما المعاملات ديال هاد المواد هادو. كذلك بالنسبه للنسبه المئويه ديال الامتحان الجهوي فهي 40%، يعني عندنا المراقبه المستمره 30% والامتحان المحلي 30%، والامتحان الجهوي فهو 40%، يعني هو اللي عليه اكبر نسبه. اذا كانوا هادو هما التواريخ ديال هذا الامتحان والمواد اللي غدوزو فيهم. كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو، وما يبقاش عندكم واحد اللبس على الاقل نسبيا، واتضح لكم الامور. الا كان عندكم اي سؤال او لا اي استفسار ما تنساوش خليوه لي في التعليقات اسفل هذا الفيديو هذا. كنعاود ناكد عليكم بان هاد التواريخ هادو الا بغيتوا المعلومات الدقيقه جدا خصكم تمشيو للمؤسسات ديالكم، هما اللي غيعطوكم التواريخ بالضبط وقتاش. اذا كنتمنى لكم التوفيق. كنعاود ناكد على واحد الحاجه مهمه جدا، هي ما تحاولوش تسرعوا في الامتحانات، ما تحاولوش تسرع. مثلا الفيزياء والكيمياء المده ديال الانجاز هي ساعه واحده، خصك ما تخرج حتى تسالي ساعه. الا ساليتي الورقات جاوبتي على الامتحان كامل، عاود تاكد مره جوج المرات ثلاثه المرات عاد باش يمكن لك ديك الساعه تسلم الورقه ديالك، لان ملي كنجاوبوا بالزربه خصوصا في ذاك صحيح او خطا او لا املاء الفراغ كنرتكبوا مجموعه من الاخطاء. اذا كنتمنى لكم التوفيق، دمتم في امان الله وحفظه.